تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية سورة الروم. طبعا سورة الروم هي سورة 30 في ترتيب المصحف الشريف، عدد آياتها 60 آية. هي سورة مكية بلا خلاف، نزلت قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق، فهي السورة 83 في ترتيب النزول. سميت بسورة الروم لأنه ورد فيها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض في بداية الآية، وهم بعد غالبين سيغلبون في ضعف سنين. إذن لذكر هذه الآية عن الروم ومعركة الروم والفرس الكبرى التي كانت تجري بين القوتين العظميين في ذلك الوقت، وما تنبأ به القرآن الكريم سنأتي إلى ذلك مفصلا أثناء تفسير الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. طبعا سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة في بدايات السور، وأذكر فقط بأنها أسرار وضعها الله سبحانه وتعالى ليتميز بها هذا الكتاب عما سواه من الكتب، فهي لفتة إشراقية تكشف لنا حكمة وأسرار في حروف القرآن الكريم. وهي مجموعة هذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم كاف يا عين صاد قاف نون ياسين، مجموعة في جملة نص حكيم له سر قاطع، تتألف من 14 حرفا أي نص حروف الهجائية، نص 28. وقلنا سابقا بأنها القرآن مبني على الوصل وليس على القطع، بأن القرآن الكريم عندما في كل سورة إلا هذه الأحرف فقط مبنية على القطع، يعني مبنية على الوصل، يعني كل نهاية آية نحن نقول يكفرون هي ليكفرون، أولم يسيروا في الأرض فما كان يظلمون، تنتهي الآية لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت طعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يعني فنحن نقف، لكن حقيقة الوقف هو فقط في ألف لام ميم، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، ففيها من الثواب العظيم، وهي مفاتيح أسرار الروح وأسرار الإشراقات في النفس البشرية عند قراءة القرآن الكريم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت تدل على وجود معركة، غلب فريق وغلب فريق آخر، فالذي غلب هنا الروم، غلبت الروم. ليش المؤمنين زعلوا؟ لأنهم كانوا أهل الكتاب ومقرهم الشام وعراق العرب، والعراق منها قسم ناحية العرب وقسم ناحية فارس، والروم نسبة إلى روم من عيسو بن إسحاق بن إبراهيم كما يقال. طيب غربت الروم في تلك المعركة في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض أي يعني أقرب الأرض إليكم، أرض العرب، كما في قوله تعالى: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. فالعدوة الدنيا أي القريبة من المدينة، والقصوى البعيدة عنها. فالمعنى غلبت الروم في أدنى الأرض، في أقرب أرض الجزيرة العربية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بشرى للمؤمنين وللمسلمين بأن الروم سيعاودون الكرة ويغلبون. ليش؟ لأن الفرس كانوا يعبدون النار، أما الروم فأهل الكتاب. إذا فالخلاف بيننا وبين الفرس في القمة الإلهية، أما الخلاف بيننا وبين الروم
في القمة الرسالية، فهم أقرب إلينا لأنهم يؤمنون بإلهنا وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا. وهذا من عظمة الإسلام، فالذي يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا من الذي لا يؤمن بإله، لأنه على الأقل موصول بالسماء. لذلك لما غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون، وفرح كفار قريش لأن في هزيمة الروم دليلا على أن محمدا وأصحابه سيهزمون كأصحابهم. إذا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبهم مصدر يضاف للفاعل مرة ويضاف للمفعول مرة أخرى. تقول أعجبني ضرب الأمير مذنبا، فأضفت المصدر للفاعل، وتقول أعجبني ضرب المذنب فأضفت المصدر للمفعول. وكذلك هنا وهم من بعد غلبهم مصدر أضيف إلى المفعول. لكن لماذا قال سبحانه سيغلبون وجاء بالسين الدالة على الاستقبال ثم قال بعدها في بضع سنين، وهي أيضا دالة على الاستقبال؟ قال العلماء لأن الغلبة لا تأتي فجأة، إنما لابد لها من إعداد طويل وأخذ بأسباب النصر وتجهيز القوة اللازمة له، فكأنهم في مدة البضع سنين يعدون للنصر، فكلما أعدوا عدة أخذوا جزءا من النصر. فالنصر إذن لا يأتي في بضع سنين، إنما من عمل دائم على مدى البضع سنين. إذا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين إلى أن نزلت هذه الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ففرح المؤمنون. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله سينصر الله الروم على الفرس بعد 3 سنين، لأنه توقع أنه كلمة بضع سنين يعني من 3 إلى 10، فأخذها الصديق على أن مدلولاتها 3. لماذا؟ لأنه صديق ولأنه يصدق فورا بكلام الله. لكن الله سبحانه وتعالى لم يحدد 3 سنوات، حدد بضع سنين، فقد تكون من 3 إلى 9. والله سبحانه وتعالى أراد في هذه المدة أن يتعلم المسلم كيف يكون الإعداد لذلك. فإذا هنا تبين بأن المسلمين جميعا فرحوا جدا عندما نزلت هذه الآية. وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية. سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن المشهد، يعني هون في شيء علم غيب. قلنا إن الغيب أنواع، غيب له مقدمات توصل إليه، كما نعطي للتلميذ مثلا تمرينا هندسيا معادلا، وكالأسرار الكونية التي يتوصل إليها العلماء ويكتشفونها من معطيات الكون، كالذي اكتشف الآلة البخارية وأرخميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية إلى آخره، قانون الجاذبية وكذا. أخذوا علما غيبيا، أخذوا مقدمات موجودة واستنبطوا ووصلوا إلى نتائج. أما الغيب المطلق فهو الذي ليس له مقدمات أبدا توصل إليه، فهو غيب عن كل الناس. وفيه يقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مثل هذه المعركة بين الروم والفرس، انكسروا الروم، مين بيقدر يقدر أو يعرف أنه بده ينتصر الروم بعد شوي؟ طيب، ومن الغيب ما يغيب عنك لكن لا يغيب عن غيرك، كالشيء الذي يسرق منك فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه، وليس غيبا عمن سرقه منك. وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث في أسرار الكون ليرتقي في الكونيات، إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين. ونقول إن كان الإنسان يريد أن يعلم غيب الآخرين فيجب أن يسمح لهم أن يعلموا غيبه،
وأعتقد أن أحدا لا يرضى ذلك. إذا ستر الغيب عن الخلق نعمة كبرى من الخالق، لأنه سبحانه رب الناس جميعا، ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخلقه. شايفين؟ نحن نرى لو أننا علمنا في إنسان سيئة مخفية عنا قد نزهد به بكل حسناته، نكره كل حسن منه، فستر الله عنا غيب الآخرين لننتفع بحسناته. طيب، أيضا الغيب حجزه الله عنا إما بحجاب الزمن الماضي أو زمن المستقبل أو بحجاب المكان. شيء عم يصير الآن ببلد تاني ما بنشوفه، أو صار سابقا أو بيصير لاحقا، فنحن لا نعرف أحداث الماضي قبل أن نولد، ولا نعرف ما سيحدث في المستقبل. وحاجز المكان لا يمكن أن نرى ما يحدث في مكان بعيد عنا الآن. لذلك قال الحق: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فمن الذي أخبر رسول الله بما في نفوسهم؟ لقد خرق الله له حجاب المكان، كانوا في مكان آخر. ونعم يقولوا هذا القول، الله سبحانه وتعالى خرق هذا الحجاب المكان وأخبره للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان هذا كافي لأن يؤمنوا، لكن عناد وكفر ولجاجتهم. كما خرق الله لنبيه حجاب الماضي فأخبره بحوادث في الأمم السابقة، كما في قوله سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. كما خرق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حجاب المستقبل في هذه الآية: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فلا يوجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تتنبأ بنتيجة معركة ستحدث بعد 3 إلى 9 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي المقيم في جزيرة العرب، لا يعرف شيئا عن قوة الروم أو قوة الفرس، أخبر بهذه النتيجة، لأن الذي يعلم الأشياء على وفق ما تكون هو الذي أخبره. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها ويتحدى بها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه بمنطق الله له، وأنه واثق من حدوث ما أخبره به. وأيضا سيدنا الصديق سمي صديقا لأنه كان يصدق بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، إن كان قد قال فقد صدق. أنا عندي النتيجة هي فقط أنه قال ولا لا، إذا قال فقد صدق لثقتي في صدق بلاغ رسول الله عن الله. ويختم الآية: لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أو انتصار الروم على الفرس خارج عن مرادات الله، فلله الأمر من قبل الغلب ولله الأمر من بعد الهزيمة ومن بعد النصر. فحين غلبت الروم لله الأمر، حين انتصرت الفرس لله الأمر، لأن الحق سبحانه وتعالى يهيج أصحاب الخير بأن أحيانا يغلبهم الشر، أصحاب الشر، وينقذ فيهم الإيمان. إذن فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله. ذلك إيانا أن نحزن مثل معركة بدر، معركة أحد، ذلك إيانا أن نحزن حين نجد لنا أعداء، فالأحمق هو الذي يحزن لذلك، والعاقل هو الذي يرى لعدوه فضلا عليه. فالعدو يذكر دائما بأن يكون الإنسان قويا مستعدا، وأن يكون مستقيما حتى لا يجد العدو منه فرصة أو نقيصة. العدو يجعل الإنسان يجند كل ملكاته للخير لتكون أفضل منه. لذلك يقول الشاعر: عداي لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، وهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني
فاكتسبت المعالية. إذن لله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة في أن ينتصر الباطل أحيانا. غزوة أحد كيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم طمعا في مغنم، انهزموا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. ليش؟ لأن سنة الله في كونه تقضي بالهزيمة حين نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع مخالفتهم لأمر رسولهم؟ ولو انتصروا كان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مصداقية، فطاعة الرسول واجبة. كذلك يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم الله شيئا، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لن نغلب اليوم عن قلة. فلما نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هزموا في بداية الأمر، ثم مكنهم الله وتداركهم برحمته فنصرهم في النهاية. إذا فلله الأمر من قبل ومن بعد، فإيانا أن نظن أن انتصار الباطل جاء غصبا عن إرادة الله أو خارجا عن مراد الله، إنما بإرادة الله ولحكمة الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي نصر الذي يفرح به المؤمنون. يفرحون انتصار الروم على الفرس؟ قال العلماء نعم، الفرح له دوائر متعددة متشابكة متعالية. فهم أولا يفرحون انتصار أهل الدين أهل الكتاب على الملاحدة، يفرحون أن بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت، ويفرحون لأنهم آمنوا برسول الله وصدقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى. كما أن اليوم الذي انتصر فيه الروم صادف اليوم الذي انتصر فيه المسلمون في معركة بدر. يختم الآية سبحانه ينصر من يشاء، الفرس أو الروم، ما دام أن له الأمر من قبل ومن بعد وهو العزيز الرحيم. الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين، العزيز الرحيم، مع أن العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب، فقاهريته سبحانه عالية في هذه الصفة، ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليحدث في نفس المؤمن هذا التوازن بين صفتي القهر والغلبة وبين صفة الرحمة. كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شيء إلا بمراده تعالى، فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبقي الباطل ولا يعلي الكفر إلا ليظهر الحق. فحين يعض الناس بالباطل ويشقون بالكفر يفزعون إلى الإيمان ويتمسكون بالحق. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى، كلمة الله هي عليا، لأنها ليست جعلا، لذلك جاءت مضمومة، لأن الجعل تحويل شيء إلى شيء، أما كلمة الله فهي العليا بداية ودائما، لذلك هو مبتدأ وإن علت كلمة الباطل إلى حين. يتابع المولى سبحانه وتعالى وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوعد هو الإخبار بما يسر قبل أن يكون. لا يخلف الله وعده، فرق بين وعد الله ووعد الناس، لأنك قد تعد إنسانا بخير وتحول الأسباب بينك وبين إنفاذ ما وعدت به، كان يتغير رأيك أو تضعف إمكاناتك أو يتغير السبب الذي كنت ستفعل من أجله. إذن أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسباب الوفاء. أما وعد الحق سبحانه وتعالى فوعد محقق، حيث لا توجد قوة تخرجه عما وعد، وهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فما دام الوعد وعد الله
فثق أنه محقق. لذلك يعلمنا القرآن الكريم أن نقول لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. طيب، إذن وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذه حقيقة، أكثر الناس لا يعلمون. إذن هناك قلة تعلم، هذه القلة التي أنار الله قلبها بالإيمان، نفع عنهم العلم ببواطن الأمور وحقيقتها، ثم أخبر عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا هم يعلمون ظاهر ولا يعلمون الباطن، وهم يعلمون عن ظاهر من الحياة الدنيا وليس كل الحياة الدنيا، ولا يعلمون ما تؤول إليه مآلات الأمور في هذه الحياة الدنيا. إذن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهناك لابد أن هناك القلة المؤمنة التي علمها القرآن الكريم، والتي علمت من خلال ما أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يتابع المولى سبحانه وتعالى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا رأينا فعلا يعلمون ظاهرا، إذا رأينا فعلا نفي مرة وأثبت مرة، فلنعلم أن الجهة مفكة، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فهم لا يعلمون بواطن الأمور، إنما يعلمون ظواهر، وليتهم يعلمون ظواهر كل شيء، إنما ظواهر الدنيا فحسب، ولا يعلمون بواطنها، فما بالنا بالآخرة. فحين نتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التي وضعها البشر ثم نرجع عنها بعد حين، نجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر، لأن الأحوال تتبدل، تتبدل القوانين العظيمة. فإذا كان هيك علمنا بأمور الدنيا، فكيف الآخرة؟ لذلك يقول سيدنا الحسن رضي الله عنه: أعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف وزنه ويرنه، فيعرف زيوفه من جيده، ولا يحسن الصلاة. ومن ذلك قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنفى الرمي وأثبته في آية واحدة، لأن الجهة مفكة، فالإثبات لشيء والنفي لشيء آخر. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى حين أخذ حفرة من الحصى ورمى بها ناحية جيش الكفار، لكن ما رميت إذ رميت، هذه الحفنة أنت رميت لكن الله هو الذي رمى. قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش، فهذه إذن قدرة الله. نلحظ في قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة. فلماذا استثنى هذه الفئة؟ مع أننا نغير دائما في الدنيا كما قلنا القوانين على حسب تطور البشر، لأنه حين نضع هذه القوانين ونشرع هذه النظم كانت تناسب الوقت، وتغير الوقت وتغير الزمان، فلابد من تغيير القوانين والأنظمة لها. إذن فنحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا كما قلنا، ولا نعلم بواطن الأمور. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة عن الآخرة هي سبب كل المشاكل. الآخرة دار باقية دائمة، دار نعيم لا ينتهي، لا يفوتنا بحال. فلماذا تشغلون الفانية عن الباقية؟ لماذا نرضى لنفسنا بصفة وصفقة خاسرة؟ لذلك لما سئل الإمام علي كرم الله وجهه من شخص، قال له: يا أبا الحسن، أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال له: الجواب عندك وليس عندي. فإن دخل عليك اثنان، واحد جاء بهدية والآخر جاء يسألك عطية، بمن تفرح؟
فإن كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تهش لمن يطلب العطية فأنت من أهل الآخرة. لكن هنا في هذه الآية لماذا أعاد الضمير مرة تانية وهم عن الآخرة هم غافلون مرتا؟ لماذا لم يقل وهم عن الآخرة غافلون؟ لو قال الحق سبحانه وهم عن الآخرة غافلون لفهم أن الغفلة مسيطرة عليهم وليست هناك أدلة توقظهم، إنما وهم عن الآخرة هم غافلون يعني الغفلة واقعة منهم أنفسهم، وإلا فالأدلة واضحة، لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون إذا كشتهم مرتين. ثم يتابع المولى سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. المعنى أن يكون ذلك منهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة ولم يتفكروا في أنفسهم، فيأتي لهم بالدليل مرة في أنفسهم ومرة في السماوات والأرض. الدليل في الأنفس يقول لك فكر في نفسك، أي جعلها في موضع تفكيرك، تأمل ما فيها من أسرار دل على قدرة الخالق عز وجل. فإلى الآن ومع ما وصل إليه العلم ما زال في الإنسان أسرار لم تكشف بعد، وهناك مجال لا حصر له مهما تقدمت العلوم ومهما بحثنا في أنفسنا، ويكفي أن الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدعانا ربنا إلى البحث في أنفسنا قبل البحث فيما حولنا من آيات السماء والأرض، لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما في السماوات والأرض من آيات. أما النفس فهي أقرب دليل منا وأقوى دليل علينا. أولم يتفكروا في أنفسهم، أي فكروا في أنفسكم بعيدا عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم، فكر بنفسك، فكر هالباطل اللي أنت فيه، فكر هالآيات الباهرات الدالات على وجود الله سبحانه وتعالى. ولم يتفكروا في أنفسهم، فلذلك يخاطب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة، يعني يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وتتهمونه بالكذب والافتراء والسحر، أريد منكم شيئا واحدا أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي مثنى مثنى أو منفردين كل على حدة، ثم تتفكر. طلب التفكير، طلب التعقل، طلب التدبر، طلب النظر بالنفس بالآيات الموجودة في الإنسان، الطريق إلى الحقيقة، الطريق إلى العلم الذي يوصل إلى الإيمان بالله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذن أولم يتفكروا في أنفسهم، فطلب الله منا أن ننظر وأن نفكر في أنفسنا، ويلفتنا إلى التأمل فيما حولنا من السماوات والأرض. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وهناك آية أخرى تقدم التفكر في السماء والأرض على التفكر في النفس، عندما قال تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الآية والأدلة في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض وما بينهما، أي من الكواكب والأفلاك والنجوم التي نشاهدها في جو السماء. وهذه أيضا من الآيات التي تقدم فيها أدلة من السماوات والأرض بعد أدلة النفس. إذن فالكونيات تبنى على علوم ودراسات، هذه الدراسات تقود إلى الإيمان. وإلا بالحق، كلمة إلا بالحق لأن السماوات والأرض وما بينهم من الكواكب والأفلاك تسير على نظام ثابت لا يتخلف، والحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا. ولنتأمل حركة الكواكب والأفلاك والشمس والقمر نجد أنها تسير وفق نظام دقيق منضبط تماما. ومع ذلك ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت، إيانا أن نظن أن ثباته دائم باقي، لأن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لأجل مسمى، إلا بالحق وأجل مسمى. فبعد أن ينقضي هذا الأجل المسمى الذي أجله الله
تكور الشمس، تنكدر النجوم، تبدل الأرض، إذا السماء انفطرت، وإذا النجوم بعثرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا إذا تتبدل. فالأمر ليس مجرد أن يتغير الشيء الثابت، إنما يزول وينتهي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذا فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق السليم، ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس، وأن كثيرا من الناس بلقاء ربهم. فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء، لأن قوانين الأرض إنما تحمي من ظاهر المنكر، وأما باطن المنكر فلا يعلمه إلا الله. فلابد من فترة يعاقب فيها أصحاب باطن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.